لم تنتهي الأزمة السياسية بانسحاب أنصار التيار الصدري من البرلمان وإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. بيان الإطار التنسيقي الأخير الذي دعا فيه إلى استكمال التشكيلة الحكومية فتح باب الخلاف من جديد بين الخصوم من الأحزاب الشيعية. الإطار التنسيقي سوف يسعى جاهدا من أجل إرضاء التيار وسوف تحاول كل القيادات الإطارية من أجل اختيار رئيس وزراء يرضى عليه السيد مقتدى الصدر قبل أن ترضى عليه باقي مكونات المشهد السياسي. ويحتصلني الألم والوجع للحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي. خطابات متلفزة أكد فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المشهد السياسي معقد ويجب العودة إلى الحوار، فيما لوح بترك المنصب إذا استمر الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وفي نفس السياق طالب رئيس الجمهورية الأطراف السياسية إلى حوار وتنازلات إذا استمر الوضع الراهن دون إصلاح. أغلب القوى السياسية بما فيها الإطار والتيار ساعية وراغبة بضرورة أن يكون الحل من خلال انتخابات مبكرة يدعو لها مجلس النواب العراقي، وبالتالي أنا أعتقد جميع الحلول الآنية التي يتحدثون عنها الآن استنفذت جميعها في الفترة السابقة. خطاب السيد رئيس الجمهورية كان واضح فيه بعض النقاط الإيجابية التي تنسجم تماما مع الحوار الوطني للقوى السياسية، وهو ما أكد عليه بشكل حقيقي، لكن للأسف لم يأتي خطاب رئيس الحكومة تصريف الأعمال بشيء جديد، إنما كان فيه كعادته بأنه رمى التهم على القوى السياسية جميعا دون أن يشخص من هي القوى السياسية التي اعتدت على المنطقة الخضراء، لم يشخص من هي المجموعات المسلحة التي اعتدت على المنطقة الخضراء. زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي طرح مبادرة بخمس نقاط تشير إلى حكومة انتقالية ودعوة لانتخابات مبكرة. ينتظر من البرلمان عقد جلسة لم يحدد تاريخها تناقش تطورات الأحداث السابقة والمواجهات المسلحة، فيما يطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعلان الحداد العام على من قتل من أتباعه في المنطقة الخضراء. عمار مهر، المملكة، بغداد. انضم إلينا الخبير والاستراتيجي رعد هاشم من عمان، أهلا وسهلا بك معنا. سيد رعد، إلى أين يتجه المشهد السياسي في العراق برأيك؟ تحية طيبة لكم المتابعين الكرام. يعني واضح أن المشهد ما زال على وضع المراوحة بعد التأزم الذي حصل والاشتباكات التي حصلت، هو على وضع المراوحة من جانب سلبي. واضح أنه الطرفين المتنازعين المتخاصمين اللدودين ملتزم كلاهما برؤيته بموقفه، ويبدو أنه يعني هذه المرحلة من الاشتباك اللي وقعت مرحلة عصية كانت، لكن يبدو أنها لم تؤثر ولم تزحزح من مواقفهما. كل الدعوات للحوار المطروحة تطرح من قبل الجهات الرسمية سواء على مستوى سيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الحكومة، لكن هم في كفة وفي جهة، والفصائل المسلحة وجماعة التيار الصدري في واد آخر في جهة أخرى من هذا الحوار، يعني كما يصفه بعض السياسيون حوار طرشان، لأنه لا أحد يستجيب لأحد، فقط لغة العناد، لغة المشاكسة، لغة الانتقاد المتبادل ما بين الأطراف المتخاصمة هي التي تسود، ويبدو أنها هي التي يعني تضع مخزون التحامل لكل الطرفين على مستوى من الاستفزاز ربما قابل للتصعيد بين الفينة والأخرى. نعم
نعم، يعني لربما بعد هذه الأزمة التي حدثت اختلفت الرؤى أيضا بالنسبة للعراقيين، أصبح هناك هم جديد وهو عدم العودة إلى حالة المواجهات المباشرة مرة أخرى بين الفرقاء في العراق. ما الذي يجب أن يحدث على الأقل لضمان عدم العودة إلى أي مواجهات مباشرة؟ يعني هو الجميع يتفق على أنه مبدأ الحوار يبتدئ ساعة إقرار الطرفين المتخاصمين مرحلة من التنازل عن اشتراطاتهما، عن ثوابتهما التي صارت ثوابت طبعا لأنه لا يقبل كليهما أن يتنازل عنها تلك الاشتراطات. ليس هناك في الأفق ما يحول أو يدور عن صفقة سياسية أو تسوية سياسية كان الحديث عنها ساخنا يوم أمس، ليس من صفقة بدليل أنه صدرت تصريحات متشنجة من كل الطرفين. تنازل أي طرف من الأطراف يعني كفيل بأن يفضي إلى تلمس طريق أو نفاذ منفذ للبدء بأي حوار سلمي يهدئ من الوضع. النار تحت الرماد ما زالت ويخشى من اندلاع اشتباك بأي يعني بين دقيقة وأخرى. لعل المناسبة الدينية التي تخص الأخوة الشيعة الأربعينية قد تهدئ من روعهم في تخفيف التصعيد رغم منغصات هناك يعني هناك وخزات وتنشر وهناك انتقادات تسخن من الجو، لكن أنا في تقديري الشخصي أنه ما أن تعدي هذه المناسبة للحفاظ على الدماء كما هم يعني في تثقيفهم العام يتحدثون عنه، إذا ما اجتزنا هذه المرحلة راح يبدي تصعيد جديد لأنه طرفي المعادلة في لديهم تناقض. بمعنى هل يجب أن يكون هناك طرف دولي وأصبح إلزاميا الآن أن تتدخل الأطراف الدولية من أجل تسوية هذا الخلاف السياسي في العراق؟ يعني أنا في تقديري ليست هناك جهة مستعدة للتدخل الشأن الداخلي، أي جهة إقليمية تحترم خصوصية الشأن الداخلي العراقي وتعتبره يعني فعلا أمرا داخليا يفترض بأهالي أو بأهل المنطقة هم أدرى بشعابه هم الذين يحلون مشاكلهم فيما بينهم. الحقيقة حتى الولايات المتحدة اللي هي يفترض يعني لها الدور في موضوع لنقل الإشراف على كثير من يعني الوضعية أو الحالة اللي وصل إليها العراق من بعد غزو 2003 لها قصب السبق في الإشرافية من حتى من جانب وجاهي لنقل، لكن ترفض التدخل. أنا أجد أنه حتى الأطراف ربما يعني تتقبل هذه الوساطة من هذه الدولة أو مجموعة الدول وترفض أخرى، لذلك ندخل في أتون يعني أزمة ثانية أو ثالثة ربما فيما إذا حصل أي تدخل دولي أو حتى إقليمي. ولعلنا شاهدنا يعني زيارة الحكيم إلى السعودية التي يعني لم تثمر شيء انطلاقا من مواقف الدول العربية أنه لا تريد أن تتدخل، ربما تتدخل بالحسنى بالمواقف الإيجابية لكن شأن داخلي فيه لمسة مذهبية ما يعني أو عقائدية ما، هذا الذي يحصل فيما بينهما طبعا الأطراف المتصارعة، خلاف على مرجعيات، خلاف على قضايا دينية، هذه في غنى عن حقيقة دول الإقليم أو حتى دول العظمى الأخرى التي ربما تنأى عن التدخل في هذه القضايا. وضحت الفكرة وشكرا جزيلا لك الخبير الاستراتيجي رعد هاشم، كنت معنا من عمان.